يا ساتر يا ابو محمود يا اهل الدار يا ابو محمود يا ساتر ابو عمران يا هلا ليش جابك يا رجل انتبه لحالك ايش اللي بده يجيبني غير الهم يا ابو محمود تفضل تفضل خير ان شاء الله يا اخوي عمران ابني عمران ابن عمران طلع من الصبح وما رجع خايف يا اخوي ابو محمود يكون اتمشكل مع الدرك وانت بتعرفهم ما في بقلوبهم رحمة توكل على الله يا رجل ولا تخاف على عمران كيف ما خاف عليه وهو ابن الوحدان يا ابو محمود عمران رجل وما عليه خوف يا اخوي سالم ما قدرت اصبر حسيت حالي بتختلف وانا بشوف ابو محمود بشتغل برضه فكر يا عايد هلا عايد هلا وانا بشتغل برضه الباشا لا تقول أرض الباشا قول مزرعة موقتة بس وهي على رايك صارت مزرعة وبعرق أهل إلا قول لي جاسر وين راح طلع مع عواد واصلين للدير عواد مين عواد عواد سبع من رجال الصحراء بدوي بيعجبك الله حي أصلي تعرف يا أخوي سالم أنا كل شيء دخل دماغي إلا ربيع حد شافه معك؟ لا تخاف بس لأني ما كنت عارف التخمت وما طمنت إلا لما وصلني لهذاك الجبل ودلني عليه إلا قول ليش ما رجع؟ قعدته بالديري بتفيد أكثر وابن عمك أبو الحارث طلع من نوابته وهسه برجع متعشي مع بعض إن شاء الله يا الله قعدت من حالي صارت تزحك بعد ما صفية تسهلت الله يرضى عليها ما هو يا حجة انت بتفكر المخترة قليلة اقعد بمضافتك وافتح بابها الناس بيجوك يا مختار ها اقعد بالمضافة ومين بده يدور ورا مشاكل ابو عمران وابو محمود وعاصم مين ابو محمود خالك هو في غيره عمل لي السلم بالعرض ونازل مناطعه الله يقويه ويعينه صحيح اليوم زرتني مرت خالك فاطمه اجت معها لا ما اجت بس هي اجت بخصوص فاطمه بخصوص فاطمه فهمت من تلميحاتها إنهم بيستنوا فيك تروح تطلبها ها هلا ما رحنا طلبناها ورفضونا يمكن رجعوا غيروا رأيهم يمكن استنوا لبعد 40 جاسر يمكن حجة إنك كلمتين ثنتين بيجي أبو محمود أخوك بشيبته ومعه بنته وبيحكوها على بلاطة شغل التلميح هذا مش عندي ايش يجوا يسووا؟ يجوا يطلبوا ايدك يا حبيبي؟ خليهم يعترفوا بغلطهم ويعرفوا مع مين بيحكوا لا في انت بتحكي من عقلك؟ من كل عقلك يمه؟ لا يا حجه من نصه يا مثبت العقل والدين يا الله يا رب بتسامحني اذا دعيت على ابني الوحداني حجه انا ابنك الوحيد وين أبوك؟ راح يوصل أبو عمران المسكين ما بيكفي مرضه وقاعد ابنه يسوي له مشاكل مع الدرك خوف الله يكون طلع على الجبل مع الفرارية أخ ما تعلموا من اللي صار مع جاسر رح نطلع على الشباب
وين يما؟ تعال اقعدي، بدي احكي معك كلمتين. كلمتين؟ ما بكفي اللي حكيتيه يما. ما هو انت ما جاوبتيني. مش كل ما بدي احكي معك بالموضوع تروحي تبكي؟ ما ظل عندي اشي غير الدموع حتى الله يفرجها. اه وهاي الله فرجها، ماله لافي ها؟ مختار الديرة كلها وبعده بعز شبابه وابن عمتك، يعني مش غريب. مسيكم بالخير. اهلين يابا. مسا النور يا ابو محمود، جيت بوقتك. خير ان شاء الله. تعال شوف بنتك، انا تعبت معها، مرمرت عيشتي. وتركينا من هالسيرة، الله يوفقك يا ام محمود. اتركك من هالموضوع بعد ما رحت عند ام لافي وحكيت معها؟ مين قال لك تروحي لها؟ وبدي مين يقول لي يا ابو محمود؟ انا مش شايفه بنتي واحوالها. يابا يا فاطمه. نعم يابا. سوي لنا لقمه ناكلها قبل لا نقوم ننام. حاضر يابا. يعني هيك بدك؟ طيب انت حر، خليها قاعده بوجهنا مثل قفه الهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك يا ربيع؟ اهلين. ها ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. شو بدنا نسميه؟ والله مخوذ واعي هذا يا ربيع. ربيع تسهل انت، احنا بنكمل الباقي. ماشي. السلام عليكم. الله معك. دربك خضرا. يلا عود تعال. بدك تسوي العيد؟ تعال نوقفه. اسمع وقفوا بيج. هات هات الخشب. هاك هذه حطوا اياها من هان، سويها بروده. عم هلك عم هلك، اصبر اصبر قطيمه. وقف. المشكلة انه امين افندي قدر يقنعهم سكوك الدين، وانا متاكد انه هيك حركة ممكن تشعل شرارة فتنة حقيقية. ما قدرت تقنعهم بوجهة نظرك يا بيك؟ حاولت، لكن ما بعرف كيف امين افندي قدر يسيطر على عقولهم بهالشكل. انا متفق مع حضرتك، هاي خطوة خطرة جدا. والأمل أنا بقترح إنك ترجع تحكي مع الباشا ومع نظمية خانهم وبأقرب فرصة. حق معك، ليش ما أروح الليلة وفورا؟ بيكون أفضل. خليك هنا بين مرجع. حاضر يا بيك. كمل كلامي. وين شفت احكي؟ طيب شفت واقف في ارض عبد الوهاب المحمود، كان هناك وتخبى. امتى؟ هسه وانا جاي، وبعدين جيت احكي لعمي ابو الجودة بيك عشان يعطيني الحلوان. انت متاكد ولا؟ انت ابن؟ اه متاكد. طيب اسمعني. طيب جهزوا لي مجموعة عساكر بسرعة. جهزوا لي بسرعة يلا. وانت بديش اشوفك هون ابدا. يلا يلا. أنا عارف قصد جنابك بكل العملية يا خان. أرض عبد الوهاب المحمود كخطوة أولى. أولى وأساسية يا خان. كل يوم أمين أفندي بزيد إعجابي بذكائك. هذا شرف كبير إلي يا خان. قل لي
جودة بيك حكى إشي معك؟ مثل إيش؟ لا ولا إشي. أنت روح ارتاح الليلة وابدأ التنفيذ من بكرة وخبرني أول بأول. حاضر يا خال. مع السلامة. تصبح على خير يا خال. يا رجل وش وراك؟ كل شيء تمام. تامر كان لحاله طلع بسرعة. ممتاز، تسهل أنت. يلا عوض. استنوا. على أمرك. أنا شايف إنكم ما راح تستفيد. ربيع، وش الهرج هذا؟ قول سالفة غير هالسالفة، شلون ما راح نستفيد؟ قول. عواد، في عسكري قال لي إنهم أخذوا بدوي واسمه جويد، والظاهر نقلوا له سجن ثاني. وش قلت؟ ولا يهمك. خير بالجايات. يلا توكلوا. لو تقوم تشوف انا مش خايفه. قوم يما، هذا مش شغلي، هذا شغل الدرك. خلص روحي نامي. روحي اي قوم قوم فز تحرك. سكر الباب. هيس يا رجل، فشلنا. ما فشلنا يا عواد، على الاقل ازعجناه. ازعجناهم يا رجل. وجويد كيف؟ ايش جويد يضيع من بين ايدينا يا رجل؟ اطمن يا عواد اطمن، بنلاقي له طريقه ان شاء الله. ان شاء الله يا جاسم. يا رجل وين رايح بتالي هلا؟
عليك. لازم اعرف اللي صار. ارجع ارجع، بلاش تجيب لنا مصيبه. روح انت نامي وارتاحي. شايفه ابوكي وعمايله؟ يما ابوي بيعرف واجبه. شوفوا انا مع مين بحكي. بدي اقول لمين طالعه. تعال يا ربيع معانا. لوين؟ انت بتعرف وين؟ خير، شو اللي بدكم اياه؟ تامر افندي بده اياك. لوين؟ تعال معنا احسن لك. طيب 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 طيب. حجه شو واقفه بتسوي عندك؟ سلامتك يمه. ادخلي ارتاحي ونامي. وقف صوت الطخ، هديو بكونوا طخوه. يا ولد انت بتحكي عن ابن عمك كانك بتحكي عن جدك. اهو يا حجه ما بصير يعمل عملته وفل، هي الدنيا فالته. اي واحد محل عمران كان عمل مثله وزياده بعد. ايه عاد انا كنت بدي اتوسط له عند الباشا وشغله شغله محترمه، مش يفل وطخوه زي الارنب. اذا طخوه لا سمح الله قيامه الناس بتكون بالديره. حجه كل اللي صار وما حد يتحرك، بدهم يقيموا القيام عشان عمران. حجه روح نامي وريح راسك. انت لو تعرف اللعبه اللي بيلعبها الباشا واللي ورا الباشا بعدين بتحكي. بكفي انت صرت تعرف تحكي يا مختار، بكفي. تفضل. ابوك قاعد؟ لا نايم، مهدود حيله وغرقان بالنوم. صحي لك يا عمو. لا عمو لا، خلص انا بس حبيت اعرف ايش اللي عم يصير بالديره. بتحب اجي معك؟ لا عمي لا، انت فوت ارتاح نام انت واختك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوتي يا اختي فوتي. هذا إهمال وتقصير بالواجب. من واجبي يا تامر فندي أحولك لمحكمة عسكرية. يا بيك هاي خدعة من ربيع الأهبل وإحنا مسكناه. أهبل يخدعك؟ مصيبة. Thank you.
رايحة يمه. وين رايحة يا بنت؟ مش قادرة أصبر يمه، رايحة أدور على أبوي. تالي هالليل؟ أنت انجنيتي؟ أنا خايفة عليه. يعني أنا اللي مش خايفة عليه؟ بطلع معك. يلا. شو؟ وين يا بابا؟ أهلا يابا. الحمد لله على السلامة يا أبو محمود. ومالكم الخوف مقطع ركبكم؟ طمنا يابا. اطمنوا. ما في شيء، ارجعوا ناموا. طيب يا زلمة طيب، إيه؟ طب أنت ذبحتني بالكذب. والله مش هيك. العالم ما يدشر. إيه مش هيك. إيه ما أدري معك. خلص أنت مش هيك. مش هيك. إيه تبعتوني شو؟ أنا عشان بديش أخوان كبار خلاص. عمي أبو الجودة بيك؟ أنت جيت؟ بدي الحلوان. حلوان؟ حلوان إيش؟ شو اللي حلوان إيش؟ حلوان إني شفت الفراري وجيت أحكي لك، لما جيت هون أقول لك أنت ما كنت هون. جيت شفت هذا وحكيت له انه في الفراري في الارض، اجى ما اعطانيش الحلوان. بدي الحلوان هسه، اعطيني الحلوان. هذا هو اللي خدعك يا تامر افندي؟ يمكن يا بيك بيعرف مين عمل الفزاعة. يمكن. خذوا. خذوا. رجعنا. عمي ابو الجودة مش هيك، انك العسكر بدهم يشوفوني ذبحتوني. بس هاي شو القتل اللي انت بتقول؟ والله قتل. قتل ضحية خداع يا خانم. أي خدعة هاي اللي بطلها أهبل؟ مش ممكن يا خانم. الأهبل في ورا ناس أوهموه إنه في فارين وإجا حكى لنا. أنا بعتقد إنه عمران اللي اعتدى على دجوخ هو اللي وراها العملة. شايف كيف صايرين تتخبطوا وما تعرفوا كيف تتصرفوا؟ كل أموركم صايرة اعتقاد. أعطوني فرصة ليومين بس وأنا مستعد أكشف كل إشي، وإذا ما قدرت قدموني لمحكمة عسكرية. أنا ما بدي محاكمة عسكرية ولا غيره، أنا بيهمني حقوقنا قبل الكل. اسمع يا تامر أفندي، أنا بوعدك إني أخلي الباشا ينسى كل أخطائكم إذا رحت مع أمين أفندي وحصلتونا كل الديون من الفلاحين. أنا تحت الأمر يا خان. أمين أفندي، روح مع تامر أفندي والسكوك كلها معك، وجودة بيك رح يزودكم بكل القوة اللازمة، ونستنى نشوف النتائج. أنا بالخدام يا خانم، تفضل تامر أفندي. هلا بيك. عملتها وجيت ها؟ بس يا اخوي يا جاسم، خايف ينتقموا من ابوي. ابوك؟ لا لا تخاف. ابوك زلمه بحاله ومريض. هذول يا عمران بيدوروا على روسهم قاسي زي عمي ابو محمود. ابو محمود؟ ابو محمود الله يعينه. دائما بكون ببوز المدفع. Thank you.
مالك عواد؟ أفكر بجويد يلا. نحن ما نسيناه. بس يا جاسر، لزوم الشيخ فليح ياخذ خبر باللي صار. طمن. الشيخ فليح أكيد صار عنده خبر من الشباب. على الله. على الله جويد يصمد تحت التعذيب وما يقول إشي. يا جاسر، اللي ضحي بماله وبروحه وبعياله لاجل يدافع عن الارض والعرض لا يمكن يفشي بسر اخوياه. ونشهد. هسه شو رايك تطلع دوريه انت وعمران؟ راكبوا طريق القريه. عمران ضيفكم الجديد ولد عم ابو الحارث؟ لا تستغرب. كلنا هون موجودين لهدف واحد. توكل. زين يا جاسر، وش عليه؟ مشكلة بنتي محلولة وخالصة. يعني وافقت على لافي؟ وافقتي يما؟ ايش رأيك يابا؟ انت رايحي بالك وما عليك يا محمود. طيب يا ابو محمود، ما دام انك طالع استنى شوي لما تلبس فاطمة وتطلع معك. تطلع معي؟ وين تطلع معي؟ على دار عمتها. فاطمة بتظل قاعدة بدارها، لا بتروح ولا بتيجي. بتظل قاعدة بدارها؟ شو بتقصد؟ قصدي واضح يا ام محمود، خاطركم. مع السلامة يابا. فاطمة، أنت على إيش متفقة مع أبوك من وراي؟ ها؟ نعم يا بيك. تامر افندي، ابعث 2 عسكر يجيبوا البدوي الجريح. حاضر يا بيك. وشددوا لي الحراسة. ما بدنا فضايح جديدة. ولا يهمك يا بيك. روح جيب امير افندي مثل ما اتفقنا مع باشا وفاطمية خان. حاضر يا بيك. تفضل. هلا هلا بالخال، يومنا بالصلاة على النبي. شرفت يا خال. حي الله. هلا هلا بالخال، تفضل يا خال. أنا متجايقهم، عندي كلمتين بدي أقولهم وأمشي. ها بس لازم تتفضل يا خال، لازم نقوم بواجبك. تفضل حجة، أخوك شرفنا يا حجة. اخوك يا ابو محمود شرفنا. تفضل يا خان. تفضل. يا هلا يا هلا باخوي ابو محمود. يا هلا. هلا بك يا اختي يا منافي. تفضل. تفضل سدر المضافه يا خان. تفضل يا حجه. يا الله. انت شحده ابو ذراع؟ اه. هذا الصك لك؟ الي لعند سعفان هذا. معاك تدفع 17 ليره ذهب؟ خير ان شاء الله. ما معه؟ ما معك؟ أرصد أبو دراع مصادرة. ليش هي سرقة؟ مش عاجبك؟ لا. مش عاجبك؟ صادرة. مش عاجبك؟ طول عمرك أنت الكبير يا أخوي، وكلمتك على الراس والعين. وإذا أنت شايف إنه البنت ما بدها تتجوز، خلص مثل ما بدك. ها؟ بدهاش تتجوز؟ ولا ما بدها اياني انا بالذات؟ يا ابن اختي انت ما فيك اللي يتعيب، والجيزه قسمه ونصيب، وتلاقي 100 بنت تتمنى تتزوجك. وليش ما بدك تكون واحده من هالمية؟ ولا في اشي يتعيب في؟ فهمني السبب. اللي عندي ولده، والشغله يا ابن اختي ما بدها سبب. خلص يا لا يا حجة، ما خلص. أنا بدي أشوف الخال اللي بصول وبجول بالديرة ومش قادر يمون على بنته. هي بالغصب يعني؟ عند الضرورة.
بتصير بالغصب. وانا ما عندي بنات يتجوزوا بالغصب يا لافي. ابو محمود عندك ولا ما عندك؟ حط ببالك انه فاطمه الي. شرع مين؟ شرع انا. لافي استغفر الله العظيم. يبقى روح دور على اللي يعطيك بنته يا خالي. ابو محمود استنى عندك. لما بدك تحكي معاي تحكي باحترام وادب. لما بتوصل فيك انك ترفضني ببطل احترمك. لافي اسمع يا حجة. هاي تربايتك يا اختي يا ملافي؟ انا متربي احسن منك واكثر منك يا ابو محمود. اوعى تحكي معي هيك. لافي انا المختار ولا انا مربي احسن منك. الصك هذا إلك؟ آه إلي. معاك تدفع؟ منين لي؟ كيف منين لك؟ والأرض هذه؟ اللي منغله ومنحطه ضرائب. أمين أفندي. ها. آه. صادر أرضه. من صدرها. اتقوا الله يا ظلمة. ظلمة. الله. ظلمة. الله يا ظلمة. ظلمة. اتقوا الله يا ظلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قلت لي علاش اتفقت معنا؟ إحنا بيش وأنت بيش يا بنت الناس. اتركي يمه. إن شاء الله بدك ترد على شور بنتك. ارتاحي. بنتك مش راح تتجوز لافي. ليش يا ابو محمود؟ هيك لا راح تتجوز لافي ولا غيره. طب ايش السبب؟ هيك من غير سبب. انا واصل الارض. مع السلامه يابا. ما بدك تتجوزها بلاش. بنتك وانت حر فيها. انا عارفه ايش اللي صار لكم كلكم. ما تكونوا انجنيتوا. اتركي يمه بكفيها امه. اي هو عنده هم غيرك؟ أنا مش هم يمه. أبوي ما بده يجوزني وأنا ما بدي أتجوز. خلص بكفي يمه. بعدك قاعد يا مختار؟ اطلع شوف الناس واللي صار فيهم. اللي من ايده الله يزيده. زعلان عشان رفعت ايدي عليك ولا عشان فاطمه؟ هلا ما بدي اتجوز فاطمه. بتجوزها غصبا عن اللي خلفها. انت يا ولد ما بدك تتعلم الادب؟ قوم. قوم شوف اهل ديرتك ايش قاعد يساوي الباشا فيهم. قوم. ماشي يا حجة بروح بس بشرط بتفرج على اللي بيصير. يا خسارة على بلد مختار هوت. Thank you.
طيب اللي معهم بين عليه تعبان يا ويلي الحق والراي وش نساوي اخوك شو رايك نهاجمهم لا لا اخي يذبحونا يذبحون انا اقول نرجع للربع ونشاورهم يلا يلا شكرا على الله أهلاً يا مختار احتراماتي سيدنا تفضل اقعد الله يعز مقدارك يا سيدنا خير إن شاء الله طلباتك سلامتك يا سيدنا بس أنا جاي أعرف من جنابك شو اللي قاعد بصير بالديرة امبارح يا سيدنا ما نمتش من صوت الطخ خير إن شاء الله بيك البدوي وصل لا تأخذني يا مختار عندي شغل مستعجل الله يقويكم يا سيدنا على من عاداكم وينصركم آمين يا رب احتراماتي سيدنا مع السلامة هات لي يابا عم محمود تعال شوفوا وشو اللي مزعلك يا مختار؟ أنا مش زعلان يا خان بس بدي كل أهل الديرة يتعاملوا مثل بعض ما في لا كبير ولا صغير بس هيك الدور بوصل لخالك عبد الوهاب ولا بتزعل؟ لا أبدا وليش أزعل؟ مختار شو اللي بينك وبين خالك؟ هو صحيح خالي بس طول عمره من أيام أبوي وهو حاط عينه على المخترة يا خانه ويا ريته قدها مش غريب انك تحكي هيك عن خالك وانت كنت بدك تتجوز بنته؟ لا 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 خلص انا بطلت عنها يا خان انا ما كنت فاهمه شو بدك بوحده ارمله بنات الدير كتار
وإذا ما عجبوك البنات اللي برا الديرة أكثر. أنا كنت بدي أتجوزها سترة يا خانم، بس ما كنت مفكر إنها ترفض. مش يمكن يا مختار رفضت لأنه معتبر إنه إلك يد بقتل عريسها؟ أنا؟ على العموم أنت جاييني وأنا ما رح أفشلك يا مختار، حتى أرد لك اعتبارك ما رح أخلي ولا شبر أرض عند خالك عبد الوهاب. ماشي يا مختار؟ ماشي يا خالي، كفيتي ووفيتي، عن إذنك. يا هلا والله. هلا. يا سالم اخبار ما تسر البال يا جاسم. عسكر الباشا قطوا جويد قدامهم وخذوه على مركز الدرك، والباشا عم بيصادر الاراضي. انا السبب. ليش انت السبب؟ ما كان لازم اهرب من القريه حتى لو بموت فيه. شو ذنب الناس تتعذب بسببي؟ طيب اسكت اسكت. الباشا لما بده يصادر قطعه ارض ما بستنى حضرتك تكون كبش بدل. معك حق، اللي مش قادر اتخيله كيف ابن عمك لافي بيشوف كل اللي بصير وبضل ساكت. ساكت لانه الباشا ما راح يقرب على املاكه. اسمع يا شباب، ما بنقدر نخلي اهل البلد يصبروا اكثر من هيك، لازم نقدم لهم اشي يصبرهم. هذا المضبوط. تعرف يا اخوي جاسر، انا مفكر ارجع على القريه. وهذا اللي بدي اياه، بس في شغله. شي هي؟ بدي اياك ترجع تشتغل عند الباشا. بدك اياني ارجع على ديدوخ وترجى؟ روح ترجى ابن عمك المختار لافي، خليه يتوسط لك عندك. احنا اليوم صدرنا اكثر من قطعه ارض واكثر من دار. يعني انت بالسهل في موضوع كنا متفقين نتجنبه. ما قدرت اتجنبه يا بيك. بعدين بتعرف منظمية خارون حطتنا بوضع حرج. يعني أمين أفندي قدر يحقق الخطوة الأولى من مخططه، هذا كله بسبب خطأك وإهمالك. أنا يا بيك ما أهملت، أنا انخدعت وبعترف إني انخدعت. بسيطة بسيطة. أنا اليوم حققت مع البدوي الأسير واعترف. ولا كلمة. بتحب يا بيك أنا أحقق معاه؟ طبعا، ومارس معاه الشدة، هاي نوعية صلبة من البشر. وأنا مستعد له، رايح أكون أصلب منه. وربيع الأهبل شو عملتوا معه؟ بعده موقوف. اطلق سراحه، مش ناقصنا هبايل. حاضر يا جودة بيك. يا حجة، أنا نفسي أعرف إيش اللي مش معجبك فيه وأنا ابنك الوحيد؟ المش معجبني فيك خفتك. أنت مختار ولازم تكون موزون، وخالك أبو محمود كبير الديرة وإله قيمة عند كل الناس. يا حجة، أنا اللي محيرني إنه ليش كل الناس لها قيمة عندك ما عدا أنا؟ اللي بيحترم حاله وبيعمل قيمة لحاله كل الناس بتحترمه وبتحسب له حساب. مثل خال ابو محمود. طيب بكره لما يفلس ويصير على الحديدة بدي اشوف انه بده يعمل له قيمة ولا يحسب له حساب. لافي، ليكون سويت اشي لخالك.